السلام الحفي عليكم جميعا. لا يبدأ الكلام كما نعلم إلا بحمد الجلدة، فإن الحمد للجلدة نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالحنفية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الصنبور فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الجلدة وحده لا شريك له، نحمده في الأولين ونحمده في الآخرين ونحمده في الملأ الأعلى إلى يوم البسين، أما بعد، سلام جلدة الحنفية عليكم مرة أخرى. النهاردة سأتناول قصة أبو الآباء، لا أبو الآباء ده إبراهيم، آدم أول الخلق، أول إنسان، كما قدمت له لنا الأديان الإبراهيمية. ادعت الأديان الإبراهيمية أن هناك شخص اسمه آدم، هذا الشخص هو أول إنسان على وجه الأرض، وادعت أن هناك قصة حصلت مع هذا الإنسان. هنشوف دلوقتي يعني بحسب المسيحية واليهودية طبعا قبلها، وبعد كده بحسب القرآن، وطبعا كالعادة هنرجع نحاول نشوف شوية حاجات كده ليها ارتباطات بالكتب القديمة أو الأفكار القديمة، أو يعني الأفكار دي جت منين أو الفكرة دي جت منين، زي ما عملنا في الأنبياء السابقين. فدعونا نبدأ على بركة الجلدة. معانا أول حاجة طبعا المعلم آدم من سفر التكوين، ونبدأ هنا في ورد قصة ذكر آدم. قصة آدم دي ذكرت في سفر التكوين من نهاية الإصحاح الأول، ولاحظ معايا إن القصة اتحكت مرتين، تعال نشوف إزاي. الأول في عدد 26 بيقول: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. أولا واضح إن ياهوي بيتكلم إيه بصيغة التعظيم أو بصيغة الجمع، يعني اللي هو إيه نعمل الإنسان. معرفش إذا كان اللغة العبرية فيها لغة التعظيم دي أو لا، سمعت كذا حاجة يعني، في ناس قالت فيها، في ناس قالت لا ما فيهاش، بس يعني اللي هو إيه في يعني واضح إن اسم الإله ده في البداية كان إلوهيم، فما تفهمش يعني هو بيقول ليه نعمل الإنسان، لأن فيما بعد هذا السفر ياوي ما كانش بيتكلم بصيغة التعظيم دي أبدا أو بصيغة الجمع دي أبدا أبدا، يعني حتى في الاصحاحات المتقدمه من سفر التكوين ما كانش فيه يعوي بيقول ننزل نشوف، يعني اول ابراهيم وطالع كده ما كانش فيه فكره نعمل دي او ننزل او نروح او نيجي والكلام ده، كان بيتكلم بصيغه المفرد، انا هروح انا ابراهيم انا مش عارف هعمل لك ايه، ما كانش بيقول له احنا هنعمل لك ولا احنا هندي لك ولا احنا هنجيب لك ولد ولا، فمش يعني غريبه جدا حكايه نعمل الانسان على صورتنا، ويعني ايه على صورته؟ برضو التفسيرات كتير، اللي يقول لك بقى ده صورتنا دي اللي هي يعني مش عارف الانسان جسد وروح ونفس والاله اب وابن وروح قدس الهري ده، واللي يقول لك صوره الله يعني مش عارف ايه، واي هري بقى، تفسيرات كتير جدا ما تفهمش يعني ايه على صورته. وبعدين خلاص ماشي على صورته دي اللي هو ايه يعني بنفس التركيبه مثلا بطريقه التركيب، انما ايه كشبهنا يعني؟ حدش واخد باله ان كشبهنا دي حاجه غريبه، يعني شبهنا ازاي يعني؟ يعني ايه الشبه؟ خلاص على صورته دي كان المفروض تقضي الغرض، لو انت كمسيح هتقول لي مثلا هو اب وابن وروح قدس ومش عارف ونفس وروح وجسد في الانسان فخلاص ماشي، انما كشبهنا دي بقى اللي هي ايه لمؤاخذه؟ يعني شبه ايه بالظبط؟ ما علينا. فيعمل ايه بقى؟ فيتسلطون، مش الانسان يتسلطون، اللي هو كان فيه واضح ان كان فيه نيه مبيته ان هيبقى في كذا انسان مش انسان واحد، فيتسلطون على سمك البحر وطير السماء والبام ومش عارف ايه والدبابات التي تدب على الارض. خلت بال ساعتك. بعد كده ايه؟ فخلق الانسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وانثى خلقهم. فايه اللي حصل؟ خلق الانسان هذا اليهوي خلق الانسان على صورته، وبعدين قال لك ايه؟ خلقه ذكرا وانثى خلقهم، يبقى الاثنين اتخلقوا مع بعض، في ذكر وانثى اتخلقوا مع بعض. وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض. وقال الله اني قد اعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الارض وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا ليكون لكم طعاما، ولكن حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيته، ولكل كل الحاجات اللي فيها نفس حية أعطيته كل عشب
اخضر طعاما، وكان كذلك. يعني الانسان ما كانش المفروض ان هو بيبقى بياكل حيوانات، ولا الحيوانات بتاكل مع حيوانات، واخد بالك؟ كل حيوان يدب على الارض اداله ياكله عشب اخضر. يعني المفروض ان الاسد والقطه والكلب والضبع والحيوانات دي كلها كان المفروض ان هي بتاكل عشب اخضر، عشان اللي بيجي بعد كده يفتي ويقول لك ان الكتاب ده مش كتاب علوم، وانه ما بيتكلمش في العلوم، وان عايز بس يوضح لك ان ربنا خلق كل الحيوانات وربنا خلق الكون وبتاع. ليه بتتكلم في حاجات خاصه؟ ليه بتتكلم في ايه الحيوانات دي بتاكله؟ ما هو لو بصيت على الجهاز الهضمي بتاع الاسد، لو بصيت على الجهاز الهضمي بتاع الكلب، لو بصيت على الجهاز الهضمي بتاع النمر او الفهد، الجهاز الهضمي بتاعهم ما بيعرفش يهضم الحاجات الخضراء. فيعني ايه كان خلقهم؟ يعني هل الجهاز الهضمي بتاعهم اتغير مثلا؟ الانياب اللي كانت عندهم دي ما كانش عندهم انياب، كانوا بيروحوا عند دكتور السنان يبريها؟ يعني ازاي يعني خلي عندك مخ وانت بتتكلم؟ ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. ده طبعا آخر يوم يعني. فأكملت السماوات وبتاعه، وفرغ الله في اليوم السابع من عمليه الذي عمله، فاستراح في اليوم السابع. ارتاح بقى يعني، فرغ من عمليه، خلص الشغل وخد يوم أجازة. متفهمش تعب مثلا ولا إيه؟ برضو تسمع التفسيرات للصبح بقى، اللي أقول لك استراح دي يعني مش معناه إنه ارتاح، معناه إنه خلص، معناه إنه فضي، معناه أي كلام تافه. هو الكتاب بيقول ايه؟ استراح. وبارك الله اليوم السابع وقدسه. ليه؟ لانه فيه استراح من جميع عمليه الذي عمل الله خالقا. الكلام واضح قوي، بيقول لك ان هو قدس اليوم السابع عشان خاطر هو استريح فيه. الراجل يعني تعب واشتغل يعني 6 ايام، فقال لك انه في اليوم السابع استراح عشان هو يعني تعب، استراح من عمله اللي عمله في الست ايام اللي فاتوا. بعد كده يرجع يقول حاجه غريبه جدا: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. والسماوات الأرض الواحدة والسماوات كتير يعني. كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض. وكان الإنسان، ولا كان الإنسان ليعمل الأرض. ما كانش فيه إنسان وما كانش فيه شجر أنبت. ليه؟ لأن الرب لم يكن يمطر على الأرض، مع أنه قبلها كان بيقول لنا أنه إيه عمل هنا، قال لتفض المياه زحفات ذات نفس حية وليطير طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. وبعد كده الحيوانات دي، طب لما اتخلقت وما كانش فيه حاجات خضرة، ما كانش فيه نبات أصلا، الحيوانات دي كانت بتاكل إيه؟ حد يقول لنا يعني اليوم الرابع ده، طالما هو كانش لسه أمطر على الأرض ونزل وما كانش فيه عشب أصلا نبت، امال هي الحيوانات دي كانت بتاكل ايه؟ نكمل. مفيش اجابات طبعا للكلام ده، واللي بيقول لك ده مش كتاب علوم، طب يبقى يشرح لنا الحيوانات دي كانت بتاكل ايه؟ ولما هو الهدف ان هو يقول خلقهم، طب ما كان يقول خلقهم وخلاص، لازم يقعد يفصل. ماشي. ثم طلع ضباب، ثم كان ضباب يطلع على الارض ويسقي كل وجه الارض. طلع بقى ضباب بيسقي وجه الارض عشان حاجات تنبت يعني. وجبل الرب والاله ترابا، آدم ترابا من الأرض، جاب شوية تراب ونفخ في أنفه نسمت حياة فصار آدم نفسا حيا. وغرس الرب الإله جنة في شرق في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. خلي بالك من الترتيب، آدم اتخلق الأول وبعدين الجنة اتعملت عشان خاطر يحط فيها الإنسان اللي هو عمله. طب لما عمل آدم ده كان حطه فين؟ ولا عمل شويه طين وبعدين خلق الجنه وبعدين نفخ فيه؟ لا، بس هو بيقول لك نفخ فيه الاول، فكان فيه انسان، كان عايش فين لما هو ما كانش فيه جنه؟ اي كلام في البلح بقى. وانبت الرب الاله من الارض كل شجره شهيه للنظر وجيده للاكل، وشجره الحياه في وسط الجنه، وشجره معرفه الخير والشر، الاثنين جنب بعض. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنه. هو كان فيه ضباب بيطلع يسقي الحاجات الخضرة دي، ولا كان في نهر، ولا الاتنين مع بعض؟ اي كلام. ومن هناك انقسم فيصير اربعة رؤوس، اسم الواحد في شون وهو المحيط. يا كلام بقى، اي كلام تافه يعني. واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. يعني كان في ادم الاول وبعدين اخذه وحطه في الجنة. واوصى الرب الاله ادم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكله اكلا. طب انا عندي سؤال،
هو لما الانسان ما كانش بيموت، مفيش موت بقى اهو، ولا الحيوانات دي بتموت. وهو قال لهم في الاول اثمروا واكثروا واملأوا الارض، هيملوا الارض. طب وبعد الارض ما تتملي هيروحوا فين؟ يعني لو فضلوا هما بقى مفيش خطيه وفضلوا يثمروا ويكثروا ويملأوا الارض، بعد الارض دي ما تتملي الحيوانات دي هتروح فين تاني؟ هيتراكموا فوق بعض. اي كلام تافه. وايه بقى بياكل ليه الحيوانات دي؟ بتاكل ليه لما هو مفيش موت؟ يعني ايه الهدف من ان احنا بناكل؟ هل الهدف ان احنا بناكل عشان نبقى مبسوطين، ولا الهدف ان احنا بناكل عشان دي حاجه بتدي طاقه للجسم والا الجسم يموت؟ طب كان بياكل ليه لما هو ما بيموتش؟ طب كان في جهاز هضمي بقى واخراج وبكتيريا وتعمل الحاجات اللي تدي له فيتامين كي وفيتامين بي 12 والحاجات اللي هو محتاجها، ولا كان ايه؟ اي كلام تافه طبعا، وما فيش كلام، ما فيش اي اجابات على الكلام ده. واما شجره معرفه الخير والشر، الشر والخير، الخير والشر، فلا تاكل منها لانك يوم تاكل منها موتا تموت. قال له شجره معرفه الخير والشر ما تاكلش منها عشان اليوم اللي هتاكل فيها منه هتموت موتا تموت. يعني ايه موتا تموت؟ هو ادم كان فاهم يعني ايه موتا تموت؟ بيقول له ما تاكلش من الشجره اللي هتعرفك الخير والشر، يعني هو ما يعرفش الشر. وفي نفس الوقت موت انت يعني ايه يموت؟ هيحصل لك حنكلوله في الحنبلاز. ايه هو؟ ايه يعني هيموت ازاي؟ هو فهم يعني ايه هتموت؟ وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معين نظيره. خلي بالك في الاصحاح اللي قبله قال لك ان خلقهما ذكرا وانثى. اهو خلق الاله الانسان، الله الانسان على صورته، على صوره الله خلقه، ذكرا وانثى خلقهم. لكن هنا راجع قال لك ايه؟ ان هو خلق ادم الاول. فكده في قصتين، في قصتين دلوقتي. في قصه ان هو خلقهم هما الاثنين، وبعدين راجع قال لك لا ده خلق الانسان ادم لوحده، وبعد كده قال ليس حسنا، ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معين نظيره. يا عيني صعب عليه. هو ياوي ما كانش عارف ان هو ادم هيبقى لوحده وهيبقى ليس جيدا، ما كانش عارف، عمل حاجه ليست جيده. فيا عيني بعد ما خلقه صعب عليه، فقال لك اما خلق له حد معاه يونسه يعني عشان هو لوحده يا عيني. وجبل الرب الاله من كل من الارض كل حيوانات البريه وكل طيور السماء فحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به ادم ذات نفس حيه فهو اسمها. عايز يسليه، راح جاب له كل الحيوانات قال له اديها اسماء. فادم قعد بقى يسميها، انت ارنب وانت بطه وانت حلوه وانت كخه كده، يعني عارف انت اللي هو بيسمي الحيوانات. فدعا ادم باسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البريه وعمل لنفسه، فلم يجد معين نظيره. يعني بعد ما تسلى التسليه دي كلها وقعد يسمي الحاجات برضو يا عيني كان ايه، ما لقيش حد يسليه يعني. فاوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام، فاخذ واحده من اضلاعه وملأ مكانها لحما. وقع عليه سبات، يعني ايه السبات ده؟ يعني خدره لمؤاخذة، خد آدم وأول عملية جراحية في التاريخ، خدر آدم وراح واخد ضلع من ضلوعه وملاه لحم. لحم إيه اللي ملاه؟ وبنى الرب الإله الضلع الذي أخذها من آدم وأحضرها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. راح إيه بعد ما آدم فاق من البنج يا عيني لسه مفتح عينيه كده، راح جايب له واحدة ست قال له دنا إيه رأيك في الحلويات دي؟ إيه عجبتك؟ فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرؤ أخذت. هو الموز عارف منين؟ عارف منين إن دي كانت طالعة من ضلعه؟ ولا كان لسه عيني بيتوجع من العملية بعد ما فاق من البنج فعرف؟ ولا ياوي قال له ما هو ما قالناش؟ لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. دي حاجة غريبة جدا. إيه التفسير ده؟ يعني هو آدم قال كده يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته؟ هو ادم كان عارف ان في عيال هتيجي وهيترك ابوهم وامهم، ولا مين اللي كان بيقول كده؟ وكان كلاهما عريانين ادم وامراته وهما لا يخجلان. الاثنين كانوا عريانين ومش مكسوفين. لا مؤاخذة من مين؟ يا يعني مش هي مراته فهو مش مكسوف منها اكيد، ولا هي مكسوفه منه، فهم مش مكسوفين من مين؟ لما هما كانوا عريانين المفروض كانوا مكسوفين من مين يعني؟ من الحيوانات؟ ولا مكسوفين من مين؟ كلام تافه. نكمل. هنا بقى حصلت الحادثه الكبيره. وكانت الحيه احيا الجميع حيوانات البريه التي عملها الرب الاله.
الحيه كانت احلى احيا الواحده اذكى واحده في اخواتها. محدش جاب سيره شيطان، محدش جاب ان الحيه دي دخل فيها شيطان، محدش قال اي حاجه خالص، قال لك ان الحيه كانت اذكى واحده في الحيوانات. فعملت ايه بقى؟ فقالت للمراه: احقا قال الله لا تاكلا من كل شجر الجنه؟ راحت لحواء بتضحك عليها بقى، بتقول لها ايه، هو ربنا قال لكم ما تاكلوش من كل شجر الجنه؟ فقالت المراه للحيه: من ثمر شجر الجنه ناكل. ما استغربتش، هل الحيوانات كانت بتتكلم ساعتها؟ فكان بالنسبه لحواء عادي ان الحيه بتكلمها. طب لو كانت الحيوانات بتتكلم، الفويس بوكس بتاعهم اللي هو ما ينفعش يعمل الاصوات دي دلوقتي، ماله؟ حصل له ايه؟ اي حاجه قديمه، حفريه قديمه للفويس بوكسز دي، هل ده هل كانت تدل على ان الحيوانات دي كانت بتتكلم في اليوم من الايام؟ لا، الحيوانات اللي حتى عاشت من قبل وجود ادم ده ما كانش الفويس بوكس بتاعهم شكله ينفع يتكلم. فايه اللي حصل للحيوانات دي؟ طب الحيوانات يعني هو في ايه بالظبط؟ ازاي بيتكلموا وهم اصلا الفويس بوكس بتاعهم مش موجود؟ يبقى ما كانوش بيتكلموا. طب لما ما كانوش بيتكلموا وهي راح تكلم حواء، ما استغربتش حواء؟ غريب، كلام غريب جدا. فبتقول لها ايه، من كل شجر الجنه، من ثمر شجر الجنه ناكل، واما ثمر الشجر التي في وسط الجنه فقال الله لا تاكل منه ولا تمساه لئلا تموت. الشجره التي في وسط الجنه اني واحده فيهم؟ ما هو قال لك فوق ان شجره الحياه كانت في وسط الجنه، وكمان شجره معرفه الخير والشر. فهي حواء كانت تقصد اني شجره، ولا هو قال لهم ما تاكلوش من الاثنين؟ حد فاهم حاجة؟ هي بتقول الشجرة التي في وسط الجنة، أنهي واحدة؟ ما هو في اتنين في وسط الجنة. فهي قصدها على مين؟ ولا ما كانتش عارفة؟ فقالت الحية للمرأة: لن تموت، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. قالت لها: لا مش هتموتوا، الله ده عارف أن أنت يوم ما تاكلوا منها عينيكوا هتتفتح وتبقوا عارفين الخير والشر زيه. ما كدبتش. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر. يا سلام، مرة واحدة كده حست إيه الشجرة الحلوة دي؟ إيه الشجرة اللي بتلمع الجميلة دي؟ فأخذت من ثمرها وأكلت، خدت منها وكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. راحت قالت له خد ياد كل، راح واكل على طول، مفيش مناقشه، زي ما هي ما عملتش مناقشه مع الحيه اللي هو مثلا انت بتتكلمي ازاي، لا راحت قالت له خد ياد يا ادم كل، راح واكل. ما قالهاش مثلا كلتي ليه، المفروض ان احنا بنقول لها اكل على طول زي الحمار كده. فانفتحت اعينهما، الشغل بقى افلام السيما يعني، هم فتحت مره واحده وعلم انهما عريانان، وعرفوا ان هم عريانين يا عيني. فاتكسفوا بقى من مين بقى، من بعض مثلا، ولا من الحيوانات برضو، ولا من مين؟ فخاطا اوراق تين وصنع على انفسهما مآزر، مآزر البسه يعني، لمؤاخذه، جابوا ورق تين وخيطوه. عرفوا منين يعملوا كده؟ عرفوا منين؟ هو ادم كان بيرعى الجنه، عرف منين ان هو ممكن يخيط حاجه؟ اي كلام تافه. وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه، سمعوا بقى صوته اللي هو ايه، بروم بروم، ماشي بقى عشان ايه يعني، كان بيتمشى مثلا، ما تفهمش هو راح فين يعني اساسا، يعني راح فين وراجع بيتمشى، يعني ايه ماشيان في الجنه؟ هو حجمه قد ايه بيمشي بيه في الجنه يعني؟ عند هبوب ريح النهار، الهواء معدي كده وياوي بقى ماشي كده بيتمخطر في الجنه. فسمعوا صوته زي ايه، رجليه كانت بتدوس مثلا على ورق الشجر ولا ايه، مش عارفين يعني. فاختبأ ادم وامراته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنه. قال ايه، بيستخبوا منه وسط الشجر يعني، واخد بال سعادتك حاجه كده اللي هو ايه يعني، لو حكيتها لطفل عنده 6 سنين يحس ان انت معوق ذهنيا. اله انت بتقول له ان هو كليه كل حاجه، وبعدين قال ماشي في الجنه، ما تفهمش ماشي ازاي، وادم سمع صوته راح قال بيستخبوا في وسط الشجر، ماشي يا اخويا. فنادى الرب الاله ادم وقال له اين انت؟ قال يعني هو مش عارف، بيقول له انت فين يا ادم؟ لو عارف بيلعبوا ايه، بيكابو، اللي هو ايه، انت فين يا ادم، انا مش شايفك، انت فين، بيلعبوا استغماية. فقال سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأت. قال انا سمعت صوتك ماشي في الجنه فخفت عشان انا عريان فاستخبيت. هو مش لسه من شويه عامل لباس؟ ما كانش عريان يعني.
ماشي. فقال آدم لا، فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ تعرفت منين إن أنت عريان؟ وأنت وهكون كلت من الشجرة اللي أنا قلت لك ما تاكلهاش؟ يا راجل أنت ما تعرفش، أنت لسه الموضوع جديد عليك. فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. أبو الرجولة باعها على طول، مع إن هي اديته جاي ياكل، كان ممكن ما ياكلش، بس اللي هو إيه كلت ليه؟ لا قال له إيه، بص هي اللي قالت لي كل. رجولة أنا لو ما لو لو منها أنا ما أعرفش الراجل ده تاني، باعني على طول يعني. فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. لا عملت يا منيلة، قالت له الحية، باعت الحية هي كمان على طول يعني. فقال الرب الإله للحية، طب ما قالهاش عملتي كده ليه برضه هي كمان؟ لا على الدخل عليها على طول، اللي هو ايه يعني، ده ما انت قال لي ادم كلت ليه؟ قالت له لا، قال له المرأة، طب المرأة عملتي كده ليه؟ قالت له الحية. طب ما قالش للحية ليه يعني مثلا عملتي كده؟ فكان ممكن يا عم المسيح اللي بتقول ان الشيطان دخل فيها، كان ممكن تقول له الشيطان دخل فيا، لكن لا مفيش، ما قالهاش اصلا ليه. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. إيه بقى؟ على بطنك تسعين. هي ما كانتش بتسعى على بطنها، الحية كان عندها رجلين. حد يجي يورينا حفرية الحية كان عندها رجلين. وترابا تأكلين كل أيام حياتك. حية إيه اللي بتاكل تراب ده؟ أنا مش عارف. يعني حد يجيب لنا حية كل أيام حياتك يعني لحد دلوقتي. حد يجيب لنا حية بتاكل تراب، نشوف مثلا ايه التراب ده بتاكله ازاي. والعقاب بقى ايه غير كده؟ اضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هعمل عداوة بينك وبين الست دي وبين خلفتك وخلفتها. هو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. هو يسحق رأسك، ماشي دي فاهمينها، عشان هي بتسعى على الارض. هي تسحق عقبه ازاي؟ هتسحقه ازاي؟ تعضه في عقبه ماشي، انما تسحق عقبه ازاي يعني؟ تسحقه كده يعني اللي هو تعمله مسحوق، تخليه زي البودره يعني ازاي يعني؟ حد شاف حيه بتعض واحد فكعبه بيتحول لبودره؟ اي كلام في البلح. وقال للمراه العقاب بقى، تكثيرا اكثر اتعاب حبلك. انا هخلي حبلك بالتعب الجامد جدا. على سنها كانت فاهمه يعني ايه حبل، وهو بقى بيقول يعني اكثر اتعب حبلك. طب لا مؤاخذه، هي كان المفروض ما بتبقى بتولد من غير تعب. الراس اللي بتطلع من فتحه قد كده دي ومن الحوض الضيق، كان المفروض ان هي هتطلع ازاي يعني؟ لو هي كانت المفروض ما هي ما عملتش خطيه وهتحبل وتلد، كانت هتطلع ازاي الراس دي من غير ما تعمل الم قبل كده مثلا؟ ولا حواء دي كان الحوض بتاعها 6 متر ولا كان ايه يعني؟ بالوجع تلدين اولادا والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. خلاص بالوجع دي ما احنا فهمنا يا عم، ما تكررش الكلام. الى رجلك يكون اشتياقك، يعني قبل كده ما كانتش بتشتاق لرجلها، كانت بتشتاق لمين مثلا؟ لعبد السلام مثلا؟ كان مش فاهم يعني ايه الرجل، كانت بتشتاق لمين قبل كده؟ وهو يسود عليك، يعني هو ما كانش سيد عليه قبل كده، كانوا الاثنين زي بعض، بس بعد كده عشان هي غلطت الغلطه البشعه دي، اللي هو بقى يركب نفس امك. وقال لادم لانك سمعت لقول امراتك واكلت من الشجره التي اوصيتك قائلا لا تاكل منها، ملعون الارض بسببك، بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك. الارض هتتلعن ولازم تتعب فيها. طب على اساس ان هو لما كان بيعمل الجنه في الاصحاح اللي فات كان بيعمله من غير تعب، ايه يعني كان بيعمل ايه يعني؟ كان بيعمل الجنة دي ازاي من غير تعب؟ كان بيتمشى فيها كده فتبقى حلوة. وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودع اسم آدم اسم مراتيه حواء، طبعا آدم ايه ما نطقش بقى. ودع اسم آدم اسم مراتيه حواء لأنها أم كل حي. قبل كده كان اسمها المرأة لأنها من امرؤ أخذت، دلوقتي بقى اسمها حواء لانها ام كل حي. خد بالك ماشي. وصنع الرب الاله لادم وامراته اقمصه من جلد والبسهما،
جاب جلد وعمل لهم قمصان بدل اللي يلبسها اللي هي من ورق التوت دي ولبسهم. جاب ادم وقال له ارفع ايدك كده ولبسه، عارف انت زي ما بتلبس ابنك كده، يلا رجلك دي ورجلك دي خد بالك كده عشان ايه يلبس. جاب منين الجلد؟ طبعا يجي المسيحي لك، المسيحي يتفزلك لك يقول لك ايه، دي اول اشاره على سفك الدم، اول اشاره ان الخلاص مش هيحصل الا بسفك الدم. يعني ازاي يا عم؟ قال لك من جلد. الجلد ده جابه منين؟ اكيد ذبح حيوان وخد الجلد بتاعه ولبسهم، بس هو ما قالش هنا ان هو ذبح حيوان، يمكن خلق الجلد يا اخي، مش هو خلق كل الحاجات دي، خلق جلد، كان عنده حته جلده فوق كده شايلها راح ملبسها له. جبت منين ان هو ذبح حيوان؟ ما قالش ان هو ذبح حيوان. وقال الرب الاله وادى ادم قد صار كواحد منا، تاني رجع يتكلم بصيغه التعظيم تاني او بصيغه الجمع، يعني تفهمش مين دول، بقى واحد مننا عارف الخير والشر زينا. طب لما هو يا عم الحاج ما كانش عارف الخير والشر قبل كده، انت بتحاسبه ليه لما هو ما يعرفش؟ بس دلوقتي بقى واحد منا، عارف الحاجه الوحيده اللي كانت بتميز الاله عن ادم ان هو كان عارف الخير والشر وادم ما يعرفش، فالاثنين بقوا زي بعض دلوقتي. قال لك ايه ده يا نهار اسود، ده بقى واحد مننا عارف الخير والشر. والان لعله يمد يده وياخذ من شجره الحياه ايضا وياكل ويحيا الى الابد. يعني هو ما اكلش من شجره الحياه دي قبل كده؟ مش يمكن وقعت فيه وكلها؟ يبقى المفروض ان هو كان ايه، حي اللبن، ولا هو كان مخليها على جنب برضه خايف يقرب منها، لان هو قال له ما تاكلش من شجره واحده بس، ولا كان خايف يقرب من الشجرتين؟ طب لو كان كل منها كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيحيى اللبن مش هيموت يعني. فيهوي طلع كذاب، عايز مش عايز يطلع كذاب، قال له بص لو كلت من الشجره دي هتموت، بس لو هو راح كل من شجره الحياه كلام يهوي ما يمشيش، يقع مش هيموت. قال لك انا اسود لحسن كلام يقع على الارض وبقى كده كل من شجره الحياه ويحيى اللبن وما اعرفش موته زي ما قلت له. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، طلعه مطرد من الجنة. فطرد الإنسان وأقام شرقي عدن، فطرد الإنسان وأقام شرقي عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسك. دي بقى جملة مش مفهومة، مين هل ياوي أقام شرقي عدن شرقي جنة عدن الكروبيم، ولا طرد آدم وأقام شرقي جنة عدن، ولا ما تفهمش يعني؟ بس ايه، ادم اطرد واقام بقى شرقيه جنه عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسه طريق شجره الحياه. طرده من الجنه وراح جاب بقى الكروبيم، الملاك ده الكروب ده الكروبيم ومعاه ايه لهيب سيف متقلب عشان يحرس طريق شجره الحياه لحسن ادم يجي، فايه يروح مطلع دين امه على طول، واخد بالك؟ طب راحت فين الجنه دي؟ وراح فين السيف؟ وراح فين الكروبيم؟ والهري ده كله بخ بلح طار. وبعد كده بقى بعيد قصة ادم اللي هو ايه، عارف مراته ولدت عرفها يعني اللي هو عمل معاها عريس وعروسة، لما عريس وعروسة وكده وعملوا وحيه، فجابوا قايين وقالت اقتنيت رجل من عند الرب، ثم عادت فولدت اخاها هابيل. وبعد كده بقى نكمل في قصة قايين وهابيل، وبعدين ايه يعني ادم ذكره ما جاش تاني بعد كده. دي كده القصة عند المسيحيين واليهود بالتفسير المسيحية بتاعتها. طيب نشوف القرآن قال لنا ايه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كان بيفكر في الأول قبل ما يخلق آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. تخيل معايا الموقف ده هنا كده، يعوي أو الله قال للملائكة أنا بفكر أخلق خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، ما قالهمش حتى إنسان، قالوا له ايه ده انت عايز تخلق فيها واحد يفسد فيها ويسفك الدماء، دماء مين لمؤاخذه؟ هم حتى ما يعرفوش الخليفه ده هيبقى ايه، يعني هم قال لهمش الخليفه ده هيبقى ايه، وعرفوا منين ان هو يسفك دماء واحنا نسبح؟ هم بيقارنوا نفسهم بيه ليه؟ ايه علاقتهم بالارض؟ يعني الارض حته الغبار دي، هم عايشين في السماء زعلانين على حته التراب دي، وبيقولوا له واحد هيفسد لك فيها ويسفك الدماء، مين؟ وهم عرفوا منين ان في دماء، وعرفوا منين ان هو يعملوا بدماء؟ ما هم ما عندهمش دماء وما شافوش حاجه بدماء قبل كده. فهو قال لهم بقى ايه، انا عارف اكتر منكم. ما قالش بقى ايه ان هو خلق ادم والبيت الهري ده، طبعا ايه انت عارف عم عبد البواب لما بيروح يسمع الفيلم في السيما بيرجع فاكر مقتطفات،
لكن بقيه التفاصيل هو يعني ما بيلحقش يعني يركز في التفاصيل، ما بيعرفش يحكي الفيلم زي ما شافه كله. هو راجل على قده برضه، تعليمه على قده، او مش متعلم اصلا، راجل بصمجي وجاهل وما بيعرفش يقرا ويكتب. اللي افتكره من الفيلم السيما بيرجع يحكيه، وعلم ادم الاسماء كلها. انت خلي بالك في سفر التكوين قال ان هو ادم اللي دعا الحيوانات باسمائها، هو اللي اخترع الاسماء، لكن هنا لا، قال لك ايه، الله هو اللي علمه الاسماء. قال له بص ده اسمه كلب، هو الله اللي كان مجهز الاسماء مع نفسها يعني، وده اسمه قطه، وده اسمه حمار، وده اسمه بغل كده يعني. ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. بعد ما عمل شويه حيوانات راح عرضهم على، يعني كده الحيوانات اتخلقت بعد ادم، واخد بالك، الحيوانات كده اتخلقت بعد ادم، لانه بعد ما عمل ادم راح جاب عمل شويه حيوانات، وبعد كده علم ادم الاسماء، وبعد كده راح جايبهم عرضهم على الملائكه، بل الملائكه ما شافوش الحيوانات دي قبل كده، وقال لهم انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. لو انتم صادقين، طب يعني هم كذابين خطاه يعني؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انت يا عم انت مغبول في نفوخك، احنا نعرف منين الحاجات اللي انت علمتها لنا؟ ما خدناش في المدرسه دي، احنا خدنا التاني ابو سلك. انك انت العليم الحكيم، مش انت المدرس بتاعنا؟ قال يا ادم انبئهم باسمائهم. قال بص، قال لهم غششوا من شويه، قال لهم ما انت الاسماء. فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني هم مخبيين عليه حاجه، الملائكه مخبيين عليه حاجه مثلا، يعني ايه بيتمطع عليهم؟ مش انا قلت لكم ان هو، انا قلت لكم انا هفهم كل حاجه، وعارف انتوا جواكم ايه براكم ايه. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. هنا في معضله في المشكله ده، قال لك قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. هل ابليس من الملائكه؟ لا، لان القران بيقول ان ابليس من الجن. فهو بيقول ايه، كل السيدات يقفوا، فكل السيدات وقفوا ما عدا الانسه فتحيه. طبعا ما هو بيقول كل الرجال يقفوا، كل الرجال يقفوا ما عدا الانسه فتحيه ما وقفتش. طبعا ما انت بتقول لهم الرجال يقف، هو قال الملائكه اسجدوا، ابليس ما سجدش، ما هو مش من الملائكه سعادتك، ولا انت مش واخد بالك؟ ماله بقى، ابى واستكبر وكان من الكافرين. ابى واستكبر دي ماشي فهمناها، كان من الكافرين ازاي؟ الكافر ده يعني مش مؤمن بوجود الاله، ده هو بيكلمه عيني عينك كده، كان من الكافرين ازاي يعني؟ وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. هذه الشجره لو هي شجره كده يعني، اي واحده يعني، ما قال لناش شجره ايه. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. هنا بقى مفيش لا حيه ولا اي حاجه، الشيطان هو اللي زلهم. وانا هوريك دلوقتي القصه دي طالعه منين بالظبط، ان الشيطان هو اللي اغواهم. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. ادم خد الكلام من ربه فربه تاب عليه، ما تفهمش ايه يعني. قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن يتبع فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. في سوره الاعراف وقال خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس تاني برضو لم يكن من الساجدين. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه انا احسن منه. بيقول انت ما بتسجدش ليه؟ قال انا احسن منه يا عم. ليه بقى؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، هو النار احلى من الطين مثلا؟ يعني ايه الحكمه يعني؟ انا احسن منه ليه؟ اصل انا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين. لا يا شيخ، ايه الفرق يعني؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. راح قال له طب اطلع برات. قال انظرني الى يوم يبعثون. هو كان عارف منين ان هيبقى فيهم بعث؟ كان عارف منين ان ادم هيموت وهيبقى فيهم بعث؟ زي ما الملائكه عرفوا انه كان فيها هيبقى فيه سبب كده. بص الحاجات دي كان عندها علم زيه بالظبط، يعني عارفين الغيب. قال انك من المنظرين. ليه بقى؟ قال له اطلع بره خلاص، مش تسجد انا اطلع بره. قال له طب خلاص اصبر عليا لحد ما يبعثوا. فعلى طول من غير ما قال له خلاص انك من المنظرين، ماشي خلاص انا استنى عليك. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. زي ما انت غويتني بقى يا رب، انا كمان هغويهم.
ثم لآتيناهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بيهددوا بيقول له ده أنا بص هنتقم منك زي ما أغويتني هغويهم هم كمان. قال أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فياهو بقى خد الكلام على نفسه بدل ما يقول له مالكش دعوه بيهم غرف داهيه قال له طب خلاص لو خدتهم اللي هتخويهم هاخدهم ارميهم في النار معاك. راجل عبيط جدا راجل عبيط. ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووريا عنهما اللي اتدار عنهم يعني من سوءاتهما وسوس لهم عشان يعرفوا ان هم عريانين. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. قال لهم بص لو كلتوا من الشجره دي هتبقوا يا اما زي الملائكه يا اما كالخالدين. هو ادم عايز يبقى زي الملائكه ليه؟ ده لسه الملائكه ساجدين له من شويه. ايه يعني تكونا من الخالدين؟ هو عارف منين ان هم بيموتوا؟ شاف منين حاجه بتموت قبل كده عشان يعرف ان هم بيموتوا؟ فقال له انت لو كلت منها هتبقى خالد مش هتموت خالص. ده كلام يعقل؟ هو كان سواء الشيطان او ادم كان عارف منين ان هم بيموتوا؟ وقاسمهما اني لكما من الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقول لكما ان الشيطان لكم عدو مبين. انا مش قايل لكم ان الشيطان عدوكم وما تاكلوش من الشجره دي. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. انا نزلت لكم لبس يواري سوءاتكم وريشا. ريش ايه يا عم؟ ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون. ماشي ده كده كل ما ذكر عن ادم في القران. طيب عايزين نشوف بقى كتابين هنا مهمين معانا. في كتاب قريناه في حلقه نوح هقرا الجزء ده تاني لانه مهم ومرتبط بهذه القصه. ايه هو بقى؟ كتاب اخنوخ ذا بوك اوف ايناك. حكى لنا هنا حاجه تشبه القصه دي زي ما شفنا الحلقه اللي فاتت ان ذا بوك اوف ايناك ده مكتوب تقريبا في القرن الثالث قبل الميلاد فسبق فارس فوسيل المعز بوقت طويل. وكان الجماعه الناستكس اللي كانوا يسكنوا في هذه المنطقه اللي نشا فيها وترعرع فارس فوسيل المعز كانوا يؤمنوا بالكتاب ده. فاكيد القصه كانت متوارثه هناك وكانت بتتحكي والناس عارفاها سواء بيقروا او ما بيقروش. الناس متعلمين او مش متعلمين الناس عارفين القصه. فبيحكي هنا ايه في القصه؟ ذا فول اوف ايزازيل ان خليني بقى ايه بيقول لك في ملاكين واحد اسمه عزازيل واحد اسمه شمحازي كيم اباوت ان ذس واي. بيحكي بقى قصه سقوط الملاكين دول. When the generation of the lodge began to practice idolatry. لما الجيل ده جيل الجبابره الناس السيئه اللي كانت ايام نوح دي بدأوا يعبدوا الأوثان. God was deeply grieved. ربنا زعل جدا. The two angels Shemhazi and Azazel arose and said, O Lord of the world. الملاكين دول طلعوا قالوا له يا عم ربنا. It has happened. الكلام ده حصل. That which we foretold at the creation of the world and of man. احنا قلنا لك قبل ما تخلق الكرييشن الخليقه والانسان قلنا لك ان هو هيعبد الاوثان. سين قلنا لك ايه؟ What is man؟ هو ايه الانسان ده اصلا؟ What thou art mindful of him؟ انت مركز معاه كده؟ انت مبسوط بيه ليه؟ بتفكر فيه ليه؟ ما تعملوش. And God said, What will become of the world now without man؟ قال له انا انت بقى قلت لنا ساعتها الانسان العالم هيصبح ايه من غير الانسان؟ زي ما قال لهم قالوا له تخلق فيها مناسفك الدماء ومش عارف ايه. قال لهم انا عارف اكتر منكم.
whereupon the angels we will occupy ourselves with it. قال لهم لو انا ما خلقتش الارض الانسان العالم يصبح من غير الانسان، فقالوا له احنا نعيش فيه يا عم، احنا نعيش فيه. Then said God, I am well aware of it. انا عارف كل حاجه زي ما قال لهم في القران. And I know that if you inhabit the earth, وانا عارف ان انتوا لو سكنتوا في الارض, the evil inclination will overpower you. الشر اللي فيها هيطغى عليكم. And you will be more iniquitous than ever man. وهتبقوا اشر من الانسان. The angels pleaded. بدأوا يترجوه. Grant us but permission. ادينا بس اذن. To dwell among men. ان احنا نسكن في وسط الانسان. And thou shalt see how we will sanctify thy name. وانت هتشوف ان احنا هنسكن فيها وهنقدس اسمك ومش هنغلط زي الانسان. وبعد كده نكمل قصة الطوفان. دي الحتة اللي كانت مهمة جدا لان هي متاخدة بس برضو عم عبد البواب ما عرفش يحكي القصة كلها وما كانش غالبا فاهم القصة عن ايه. فافتكر ان القصة دي حصلت قبل ادم ان الملائكة بيقولوا له هتخلقه ليه وهو بيسفك الدماء. ما طبعا لو حصل كده يبقى الملائكة دول عارفين الغيب. لكن هي القصة ما حصلتش كده او هو ما نقلاش كده. ده هو بعد الانسان ما اتعمل وبقى شرير قالوا لك احنا قلنا لك ان هو هيبقى شرير. بس ما قالوش لا سفك دماء ولا اي حاجة. واحنا ممكن نسكن الارض افضل منه. طيب المفاجأة بقى عندنا في كتاب هنا اسمه Life of Adam and Eve. القصة اللي سمعناها دلوقتي بتاعت الشيطان دي في القرآن. اللي هو طلع يعني في مشكلة بينه وبين الإنسان بسبب حاجة معينة شبهها في المكان ده. بس احنا طبعا عارفين فارس فرسان المعيزة وبيجري على المعزة وكده واخد باله من المعزة يعني. وفي سباق المعيزة الدولي برضو ما كانش سامع. وعم عبد البواب الجاهل البصمجي لما بيروح يتفرج على فيلم في السيما مش هيرجع يحكي بتفاصيله. فتعال نقرا كده شوية تفاصيل. اللي حصل ان هم اتطردوا من الجنة الاول خلاص. And then في الكتاب ده بقى. وبعدين بعد ما اتطردوا انا مش عايز اقرا يعني الاصحاحات دي طويلة بس القصة تلخصها يعني ان هم بعد ما اتطردوا حسوا ان هم غلطانين وان هم عايزين يرجعوا الجنة تاني ومش لاقيين حاجة ياكلوها ومش عارفين ياكلوا الاكل لان هم كانوا بياكلوا اكل احسن في الجنة لكن الحاجات الموجودة في الارض مش عارفين ياكلوها. فآدم قال لحواء تعالي نزل نفسنا لياوي ده ويعني نعمل حاجة تقيلة علينا عشان خاطر نصعب عليه ورجعنا الجنة تاني نلاقي حاجة ناكلها هناك. فاتفقوا مع بعض ان هي تروح تقف في نهر وهو يروح يقف في نهر تاني. هي هتقف 40 يوم هو هيقف 40 يوم وهي تقف عدد اقل من كده عشان هي امرأة وضعيفة يعني. راح هو وقف في نهر وهي راحت وقفت في نهر تاني بعيد عنه. وبعد كده ده الكلام ده كان في الاصحاحات ده. بعد كده وهي واقفة بقى هناك ايه اللي حصل؟ تعال نشوف هنا. Eighteen days passed. بعد 18 يوم. Then Satan grew angry. الشيطان بدأ يغضب. And transfigured himself into the brilliance of an angel and went off to the Tigris River to Eve. إيف كانت واقفة في نهر التايجرس. وبعد كده الشيطان بدأ بقى يغتاظ فراح عمل نفسه شبه ملاك. خد صورة ملاك وراح لإيف أو لحواء في نهر التايجرس. He found her weeping. شافها بقى عمالة إيه عيني تنوح وتعيط. And then the devil himself. As if mourning with her began to weep. And said to her, هو كمان عمل نفسه بيعيط معاها وقال لها, come out of the water and rest and weep no longer. اطلع من المية وارتاحي ومتعيطيش اكتر من كده. Cease now from your sadness and lamenting. وقفي حزنك دلوقتي ورثائك. Why are you uneasy? انت زعلانة ليه? You and your husband Adam. انت زعلانين ليه انت وجوزك Adam? The Lord God has heard your lamenting. And accepted your penitence. ربنا سمع التوبة بتاعتكم
وقبل التوبه بتاعتكم، سمع الرثاء بتاعكم وقبل التوبه بتاعتكم. All of us angels have pleaded for you, praying to the Lord. واحنا كلنا الملائكه اتوسطنا لكم عنده وتشفعنا لكم. Now, therefore, come out of the water and I will lead you to the place where your food is prepared. اطلعي من الميه وانا هاخدك لمكان الاكل جاهز فيه. الاكل بقى اللي هم كانوا بيدوروا عليه. Hearing this, Eve believed them and went out of the water of the river. لما سمعت كده حواء صدقته وطلعت من الميه بتاعت النهر. Her flesh was like grass from the water's coldness. جلدها كان عامل زي حشيش الارض من كتر برودة المية. كانت يعني بتعذب نفسها بعد 18 يوم. When she had come out, she fell to the ground. لما طلعت وقعت على الارض. But the devil stood her up and led her to Adam. وقعت يعني فرح موقفها الشيطان وخدها ودعها عند آدم. When Adam saw her and the devil with her. لما آدم شافها مع الشيطان. He cried out with tears saying, Oh Eve. Where is the work of your penitence? عملت لي كده؟ احنا مش متفقين ان انت تطفي في الميه وتتوبي؟ How have you again been seduced by our adversary? تاني ضحك عليكي تاني؟ العدو بتاعنا ضحك عليكي تاني؟ Through whom we were alienated from the dwelling of the paradise and spiritual happiness. اساسا بسببه احنا اتطردنا من الجنه من الفردوس وانفصلنا عن سعادتنا الروحية. When Eve heard this, لما حواء سمعت, she knew that it was the devil who had pursued her to go out from the river, and she fell on her face on the ground, and her grief was double, and was her wailing and lamentation. سمعت راحت وقع على الأرض وقعدت تلطم وتعيط, يا لهوي ضحك عليا تاني. She cried out saying, Woe to you, الويل لك, devil, أيها الشيطان. For what reason do you fight against us? أنت بتحاربنا ليه? What concern do you have with us? أنت إيه المشكلة اللي عندك معانا? What have we done to you that you should persecute us so grievously? Why does your malice extend to us? احنا عملنا لك ايه عشان تضطهدنا بالشكل ده, تضطهدنا بالعنف ده وتطلع شرك علينا بالشكل ده? Did we ever take your glory from you? احنا خدنا مجدك منك مثلا? Or cause you to be without honor? ولا خدنا شرفك منك? Why do you persecute us? انت بتضطهدنا ليه? Oh enemy, ايها العدو. Impiously and jealously unto death. غيران مننا كده لحد الموت يعني. Groaning, the devil said. عارف بقى لو groaning لو الشيطان بيرد عليهم بقى. Oh Adam, all my enmity, jealousy, and resentment is towards you. كل غضبي وغيظي وعدائي وغيرتي ناحيتك انت. Since ليه بقى؟ عايزين نعرف ليه. خلي بالك. Since on account of you I was expelled and alienated from the glory. بسببك انا اتطردت من المجد بتاعي. فاكر لما مرضيش يسجد لآدم قال ايه? اخرج منها. قال له بسببك انا اتطردت من المجد بتاعي. Which I had in heaven. المجد اللي كان عندي في السماء. In the midst of the angels, وسط الملائكة. On account of you, I was cast out upon the earth. بسببك انت انا اطردت للارض. Adam answered, What have I done to you? قال له انا عملت لك ايه يا عم? انت اطردت بسببي ليه? What fault do I have against you? انا عملت لك ايه غلط? Since you have not been harmed nor injured by us, why do you persecute us? بيقول له احنا ما اذيناكش يعني ولا عورناك يعني ولا عملنا فيك حاجه وحشه, ليه بتعمل فينا كده? The devil answered, Adam, what are you saying to me? انت بتقول ايه يا عم انت? On account of you I was cast out
from heaven بسببك انا اتطردت من السماء. When you were formed لما اتخلقت لما اتعملت ركز معايا. I was cast out from the face of God and was sent forth from the company of the angels. انا اتطردت من وش ربنا واتبعدت عن صحبة الملائكة. When God blew into you the breath of life and your countenance and likeness were made in the image of God. لما ربنا نفخ فيك نفس الحياة وتعملت على صورة الإله. Michael led you and made you worship in the sight of God. مايكل الملاك ميخائيل جابك and made you worship in the sight of God. The Lord God then said, خلاك تعبد الإله ده. وبعدين the Lord God الإله بقى قال إيه؟ Behold Adam, I have made you in our image and likeness. قال لهم آدم تن 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 بيقدم لهم آدم يعني عملته على صورتنا. Having gone forth, Michael called all the angels saying, Worship the image of the Lord God just as the Lord God has commanded. اسجدوا اعبدوا آدم لأنه صورة الله زي ما الله أمر. خدت بالك القصة جت منين؟ Michael himself worshipped first. ملك ميخائيل بنفسه أو مايكل بنفسه وطى وسجد لك أول واحد. Then called me and said, worship the image of Jehovah, of God Jehovah. قال لي وبعدين الشيطان مايكل نادى للشيطان وقال له وطي أنت كمان واسجد أو اعبد صورة الإله. I answered, I do not have it within me to worship Adam. لا يا عم أنا مش هسجد له. When Michael compelled me to worship, I said to him, لما قعد يضغط علي عشان اسجد لك, Why do you compel me? انت بتضغط علي ليه يا عم الحاج? I will not worship. انا مش هسجد له. Him who is lower and posterior to me. هو اقل مني. زي ما جه في القرآن. I am prior to that creature. انا مخلوق قبله. Before he was made, I had already been made. And out of he ought to worship me. ده هو المفروض يسجد لي انا مخلوق من قبله. Hearing this over other angels who were under me were unwilling to worship him. الملائكة اللي كانوا تحتيه ما رضيوش هم كمان يسجدوا. Michael said, worship the image of God. If you do not worship the Lord God will glory will grow angry with you. لو ما عبدتوش ربنا او ما سجدتلوش ربنا هيغضب عليك. Said, if he grows angry with me, الشيطان بقى قال لو غضب عليا, I will place my seat above the stars of heaven and I will be like the most high. لو غضب عليا انا هطلع اقعد فوق نجوم السماء وابقى زيه. Then the Lord grew angry with me and sent me forth with my angels from our glory. الاله اصبح غضبان وطردني انا والملائكه. On account of you were expelled from our dwelling into this world and cast out upon the earth. بسببك احنا اتطردنا من العالم ده وترمينا كده على الارض. خدت بال سعادتك؟ من هنا جت هذه القصة العظيمة. فتعقيب سريع كده, شوفنا قصة آدم. القصة دي جت منين في سفر التكوين؟ واضح ان هي متاخده من القصص اللي قبلها, قصص السومريه بالاخص, لان هي دي الحضاره اللي اثرت كتير جدا على بني اسرائيل. فواضح ان هي متاخده من القصص الخلق اللي قبلها, طريقه خلق العالم, طريقه خلق الاشجار, طريقه خلق مش الجنه. كلام تافه وحقير جدا ولا يصدقه طفل عنده 5-6 سنين. وبعد كده يجي المسيحيين بكل بجاحه ياخدوا القصه دي ويقول لك ايه, اصل هو لما واخذة بسبب القصة دي احنا مغضوب علينا لحد يومنا هذا, واحنا لازم حد يجي يرجعنا تاني لحضن هذا الاله او لغفران هذا الاله عن طريق ان هو يموت, لانه قال له يوم ما تأكل منها موتا تموت, فلازم يموت. طب يا عم هو ادم بيموت, ما هو ادم مات. لا احنا كمان كلنا, ما قالوش ان انت ونسلك هتموتوا, لا احنا كله هو كده غباوة. ويجي فارس فرسان المعيز في اخر الزمان بعد كل الكتب دي ما اتكتبت, وينقش القصه حرفيا من كتاب Life of Adam and Eve اللي كان مكتوب تقريبا
في القرن الثاني الميلادي او الثالث الميلادي، دي اقدم نسخه انا لقيتها يعني، قد يكون كان مكتوب من قبلها، لكن اقدم نسخه واقدم ذكر لهذا الكتاب كان مكتوب في احد الكتابات اليهوديه، انه تقريبا كتب في حوالي القرن الثاني او القرن الثالث الميلادي، دي اقدم حاجه قد يكون كان مكتوب قبل كده. فجي فارس وسلم عايز ينقل من النسخه دي، ونقل جزء من سفر اخنوخ بتاع ما تخلقوش وبتاع، ولبس الاثنين في بعض، وهو لا يدري القصه دي كانت مكتوبه فين، ولا مكتوبه لمين، ولا مين اللي كتبها، ولا ايه التفاصيل اللي فيها، حتى التفاصيل ما نقلهاش صح، او فارس فرسان معيزه بينقل وخلاص، واي كلام في البلح. ده كان كل اللي عندي في موضوع ادم، والقاكم في حلقات اخرى باذن الجلده. امضوا بسلام، سلام الجلده هكون معكم، امين.